المرو أو الكوارتز معدن مألوف يوجد في العديد من أنواع الصخور، والمرو الخالص شفاف ويتألف من ثنائي أكسيد السيليكون. ولو الصيغة الكيميائية IO2، وللمرو العديد من الاستخدامات المهمة في العلم والصناعة، ويمكن العثور على المرو في أشكال عديدة وفي أنواع الصخور الثلاثة الرئيسية: النارية والمتحولة والرسوبية. وباستثناء سيليكات الألمنيوم، يعد المرو من أكثر المواد الداخلة في تركيب الصخور توافرا في القشرة الأرضية القارية، وهو يعد أيضا من أكثر المعادن صلابة، ومن المعادن القليلة التي تفوقه في الصلابة البريل والإسبينيل والتوباز والياقوت والألماس. ولا يؤثر التآكل في المرو بالسرعة التي يؤثر فيها في بعض المواد الصخرية.